السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيبات المشتركات والزائرات، نرحب بكم في درس جديد وفكرة جديدة. كيفاش نهزوا ونرفعوا المقاسات للأطفال كيما لينا؟ واش تقولي لهم لينا؟ مرحبا بكم في قناة المبتدئات مع أم رؤية. صحيتي ماما، دوكا نبداو نرفعو المقاسات لينا. حاجة نهزوها هي عرض الكتف كيما الكبار، هادي من العظم بالشكل هذا. والأطفال ماشي شرط نديرو لهم كيما حابين نديرو، مثلا بيجاما ماشي شرط نديرو من العظم العظم كيما هادي. هاكو تشوفي لابستها، هاي طايحة الكتاف تاعها طايح. حنا بصح كي نحبو نهزو القياس مرة وحدة، بلا كي نحبو نديرو فستان ولا حاجة يكون القيس بالكتف. عندها من عرض الكتف 32، نروحو نكتبوه الصدر. الأطفال ديرولهم قيسولهم قد قد كيما هكا قد قد، وزيدولهم ثاني حتى هما زوز صباع كيما هي هنا 60، وتولي 63. ها تولي 63. عندنا ثاني قيس هو الخصر، كي تحبوا تخيطوا لهم سواري مثلا ولا حاجه هكا هزوا المعادي قد قد كيما هي هنا 59. عندنا ثاني دائره الارداف هكا، دائما نحاولوا نزيدوا شويه بحيث تكون هكا تتحرك. عندها 72، نزيدو نقيسو الطول تاع الكم كيما الكبار تاني، نديرو كيما هكا نجيبو نحطو المترا بالشكل هذا حتى الطول اللي بغيناه 44، طول المونش 44. ثاني تهزوا ثاني عرض الذراع، كي تحبوا ديروا حاجه بودي ولا حاجه هكا الدور، كي تحبوا ديروا حاجه عريضه تقدروا تزيدوا. يسمى القياس في يديكم، هي عندها 23. عندنا دائرة العنق هكا، كما هي عندها 33، 33. نزيدو نديرو الطول تاع التريكو ولا البيجاما لي حنديروها ثاني، دايما هنا في منتصف تاع الكتف ونقيسو الطول، نديرولها كيما هذا راه جاي مليح الطول تاعو 50 50 50. قلنا الطول تاع السروال، كي نحبو ندير الطول هنا من الخصر هنا، نجيو من الخصر هنا ونديرو الطول تاع السروال. دوري دوري ماما، منا حتى لتحت حتى لهنا كيما هكا 72. تحبوا ثاني تهزوا دائرة الفخذ كيما هكا وتزيدوا تعود اسمها لشتا الدوك. تحبوا ديروا لهم فيزو، ديروا لهم هكا تهزوا القيس مش يكون مزير بزاف جهد ما الدوك. تحبوا ديروا مثلا فيزو هكا 33، حابه ندير سروال ثاني نقيس ميزعين كيما هكا عندنا 36. قلنا دركا نهزو العرض تاع الرجل من تحت كيما هكا، كيما تقدر تدخل رجلها بالشكل هذا. لي تحب دير فيزو تهز القيس قد قد تاع الرجل، لي تحب دير سروال عادي تهز
بحيث تقدر تخرجي رجلك تخرج رجلها بكل سهوله. نعاودو هذه في حالة ما عندكش قياس كما هكا 30 سنتيمتر، في حالة سروال، في حالة فيزو عندنا 19 سنتيمتر في حالة فيزو. دوكا نزيدو نهزو دائرة الإبط، الإبط نهزوها بالطريقة هذه كيما هكا بالشكل هذا باه نعرفو بها خط التركيز. طاش الكثيرات من الأخوات يحيروا في خط التركيز تاع الأطفال، أخواتي هذه هي الطريقة، تهزو كيما هكا خط دائرة الإبط بالشكل هذا، تقدروا ديروها قد قد. في حال ما ديروا حابين ديروا حاجه هكا سواري ولا حاجه، بصح كي ودي لباس تاع دار كيما هذا بيجاما ولا حاجه، تهزو هكا بالمرخوف كيما هكا 34 دينا 34 سنتيمتر. كي نحبوا نعرفوا خط التركيز نقسموها الى اثنين بالشكل هذا، نلقاو خط التركيز 16.5، 17 عفوا، نحطو كيما هكا ونرسمو هنا يجي خط التركيز ونرسمو حرفة الإبط وننجحو فيها بكل براعة وتجي صحيحة وناجحة إن شاء الله. إلى هنا خليكم حبيباتي، المهم نوصيكم أي حاجة تحبوا ديروها قيسوها. نسينا ما هزيناش هنا فتحة اليد، كي نحبو نديرو مثلا مونش بودي وهما مثلا بقى طيفة ولا حاجة نهزو قد قد هنا، وخاصة لباس تاع الأطفال. دائرة اليد هنا عندها 15 سنتيمتر بالله، 15 سنتيمتر، أي حاجة تهزوها دونوها باش كي تحبو تخيطوهم بيجاما ولا تخيطوهم فساتين تاع الدار ولا دي روب سواري تلقاو القياسات كامل. المهم نوصيكم اي حاجة تتقاس قيسوها اخواتي باش كي تحبوا تخيطوا ما تلقاوش مشكل مع القياسات. نخليكم على خير اخواتي ان شاء الله في الفيديو المقبل، ونقول الى اللقاء. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، ومع فكرة جديدة ودرس جديد حبيباتي. الى اللقاء.